السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل بيج. مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. المقطع الأول: القيم الإنسانية. الوحدة الثالثة: طريق السعادة. حل: الصفحة 11، جزء الإملاء. نبدأ. كلمات بكتابة الهمزة المناسبة مع التعليق. الكلمة لجا، لجأ، تكتب الهمزة هكذا. نعم، لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. ممتاز. استمنع، استأمنع، تكتب الهمزة هكذا لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح. جيد جدا. فجأة، تكتب الهمزة هكذا لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن. جيد. التمرين الثاني: املأ الفراغات بكلمات بها همزة على الألف. يا بني أنك ستتذكر مدرستك دائما حيث كنت تقرأ لتقضي مع زملائك أجمل الأوقات اجتزت خلالها عن كل ما صعب عليك فهمه. ستتدرج لتصل إلى الدرجات، لكنك ستتذكر على الدوام من أين بدأت حلمك في هذا البناء الصغير بشبابيكه وجنينته. وستأتي لزيارته وستذكره حتى آخر يوم في حياتك. إذن هذا هو حل التمارين الثاني والأخير. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.